الأستاذ حمدي عبد الكريم، حمدي عبد العزيز أنا آسف، المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول والثروة المعدنية. حمدي بيه مساء الخير. أهلا بيك يا فندم، إزاي حضرتك؟ الله يخليك يا فندم. يعني النهاردة تم الإعلان عن دخول أول مركب من المراكب المتعاقد عليها اللي بتحمل غاز مسال. يعني طمنا على الوضع والخطط التي وضعتها وزارة البترول للخروج من هذه الأزمة الطارئة التي تمر بها البلاد. تمام، بص حضرتك، هي في سفينة تغويص جت وراسية في العين السخنة في ميناء صمت، وكان فيها شحنة من الغاز المسال. اليوم أيضا في شحنة ثانية جت من سفينة أخرى فيها الغاز المسال، يتم حاليا تفريغها في سفينة التغويص عشان الغاز السائل يتحول إلى غاز يتم ضخه في الشبكة القومية للغازات. أنا عايز أقول لحضرتك، منذ الإعلان الدكتور مصطفى مدبولي على الإجراءات اللي هتاخدها الحكومة للانتهاء من موضوع تخفيف الأحمال وتخفيض عدد الساعات، النهاردة وزارة الكهرباء أعلنت اليوم إن التخفيف هيبقى تخفيف الأحمال ساعتين فقط، وتم الإعلان أيضا إن في الأسبوع الثالث من يوليو إن شاء الله التخفيف مش هيبقى فيه تخفيف أحمال، وخلال فترات حتى نهاية شهر سبتمبر. منذ ذلك التاريخ حدث اجتماعات مستمرة في الوزارة وفي هيئة البترول والشركة القابضة للغاز برئاسة الوزير عشان يتم وضع خطة عاجلة استيراد شحنات من الغاز المسال واستيراد كميات من المازوت. طبعا تم وضع تمويل اعلن عنه الدكتور مصطفى في مليار دولار يتم استيراد شحنات من الغاز المسال، بالاضافه الى 180 مليون دولار لاستيراد شحنات من المازوت. ده كله عشان نقدر نزود الوقود اللي رايح للاساس لمحطات الكهرباء والمصانع، وايضا عشان خاطر ما يبقاش في تخفيف احمال خلال الفتره اللي جايه. فدي اجراءات سريعه ادتها الحكومه، اجراءات عاجله عشان الانتهاء من هذه المشكله اللي حصلت كانت نتيجه ارتفاع درجات الحراره غير المسبوقه، وبالتالي كان لابد من تخفيف احمال عشان خاطر الحفاظ على الشبكه القوميه، ضغوطات الشبكة القومية للغازات أو الشبكة القومية للكهرباء. يعني أستاذ حمدي، هذه إجراءات عاجلة وناجعة وبدأت تثمر، يعني كما تفضلت حضرتك بالشرح، لكن هناك من يسأل، وأنا ما أعرفش ده سؤال في مكانه ولا مش في مكانه، أنا بس بقول لحضرتك، هل الأزمة الطارئة دي من المتوقع أن هي تمر بإذن الله وتعود مصر مرة أخرى؟ هل من المتوقع يعني في الأفق المتوسط أن تعود مصر مرة أخرى لإنتاج الغاز والاكتفاء، ولا الموضوع ده انتهى؟ لا، هو الإنتاج الغاز احنا شغالين بيه، يعني في إنتاج من الغاز، في مزايدات بتتم طرحها، في حقول إن شاء الله هيتم تنميتها خلال الفترة القادمة، لكن احنا بنقول إن تنمية حقول الغاز بتاخد وقت شوية، وبعدين في نفس الوقت بيبقى في تناقص طبيعي في الحقول القائمة. فبالتالي احنا بنقول نتيجة ان وجود دلوقتي كميات كبيرة من الاستهلاك بالنسبة للكهرباء للوقود سواء كان غاز او كان مازوت، فبالتالي الارتفاع دوت ادى الى زيادة مضطردة في الطلب على الوقود بالنسبة للكهرباء فبالتالي تم اتخاذ الاجراء السريع دوت عشان نقدر نغطي الفجوة ما بين الطلب وما بين العرض. أنا بشكرك جدا أستاذ حمدي عبد العزيز، المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول والثروة المعدنية.